بتعمل ايه في الفاصل يا شيف مغازي؟ وتسأل اسئله كتير على فكره، مين بياكل الاكل اللي بتعمله؟ مين بيمسح لك هدمتك؟ مين بيروق لك المطبخ؟ تفاصيل بيهتموا بيها حضراتكم، وخاصه دي مهمه جدا على فكره، انك تروقي مطبخك في فاصل او انك انت واقف في المطبخ تتفاجئ بوجود حماتك او ضيوفك او جارتك، ده مهم جدا يكون مطبخك رايق وحالتك نظيفه وزي الفل. انا هعمل دلوقتي شويه رز كده جامدين قوي، رز بالبسله والجزر. سوري بالبسله بس مفيش جزر يعني. المقادير: رز مصري غني بالكربوهيدرات والنشويات، معانا بسله يعني بوتاسيوم يعني معادن يعني مغنيسيوم يعني الياف يعني سكريات لطيفه وبسيطه، بصله وتومه. والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه كمون، انا بحب الكمون مع البسله. رقم واحد بتدي طعم حلو، رقم اتنين بتعمل مشاكل الكولون ومشاكل الانتفاخ نتيجه البسله او الكرنب او البقوليات احنا عارفين كلنا. بحط معلقه زيت زيتون. حاضر يا غالي، عايز تشوف الكفته في الفرن؟ ده هي في انسجام دلوقتي مع الطحينه. الطحينه مع دبس الرمان مع التوابل يتنافسون على الطعم الحلو. ننزل بالبصلايه الحلوه. زي الفل. زي الفل. تمام. كل دول مع بعض. بنحمر البصلايه كويس كده تاخد لون، حابب ان هي تاخد لون عشان تدي طعم حلو للرز. دايما بتعملي بصله للرز استفيدي بطعم البصل، البصل درجات تحميره بتديكي طعم، يعني بصلايه محمره شويه بتديكي طعم حلو، حمرت زياده عن اللزوم بتخش على سكه الصياديه وتديكي شوربه البصل وهكذا. فمن البصل ممكن تختلف مطاعم كتيره ومطابخ كتيره على فكره، خلي بالك، مهم جدا نفهم المعلومه دي. وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا احرق البصله بتاعتي تبوظ لي الاكله بتاعتي وتسود لي الاكل بتاعي، خاصه لو كان رز باللي انا بعمله دلوقتي، خلي بالك ده مهم جدا. بنزل بفص توم حلو، ودايما يكون في ميه مغليه عندك وانت بتعمل الرز. تعمل رز بقى شويه رز لاكل السمك، تعملي شويه رز لطاجن باميه باللحمه الضاني، تعملي شويه رز الملوخيه وهكذا. حط في الاعتبار يكون عندك ميه مغليه. ننزل بالبسله. يا شيف مغازي ده البسله دي اعتقد بتتاكل نيه، نزلت بيها قبل الرز؟ في مغزى من ورا الموضوع ده، انا عايز خضار البسله ولونها يبان شخصيته مع الرز. البسله دايما بتسود مننا لما بنحطها مع رز او مع خضار سوتيه. ليه؟ لان بنحطها على البارد، فانا هنا بحطها على درجه حراره عاليه مع تحميره البصله، معايا فرسان التلفزيون المصري، هنشوف مع بعض البسله ولونها اخضر بقى زياده. وخاصه لما احط لها شويه ملح. بروكلي، بسله، سبانخ بتسلقيها، حطيتي ملح مع الميه المغليه او وانت بتشوحيها على النار بتخضر اكتر واكتر، والصوره الحلوه باينه على الشاشه. حلو الكلام ده، مهم جدا نظافه مطبخك اول باول. تقدري تعملي رز ببسله ولحمه مفرومه حسب الرغبه. عندك لحمه مفرومه في الثلاجه طلعيها ما تبخليش بيها، وتحطيها مع البسله وتعملي احلى شويه رز بالبسله واللحمه المفرومه. ويا سلام لو عندك شويه لوز، يا مزاج اللوز، ادي الرز المصري بتاعنا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ عشان الرز يبقى مفلفل معاكي، معلومه غير معلومه للسوشيال ميديا حبايبنا اللي على السوشيال ميديا، معلومه غير معلومه، عشان تحصلي على رز مفلفل مش معجن، الرز ما يتنقعش بالميه بتاعته، يتغسل مره اتنين تلاته وتصفيه جيدا، وبعد كده تستخدميه صياديه، تعمليه بالبسله، تعمليه بلحمه مفرومه زي ما انت حابه. نقلب الرز بالبسله. حد دلوقتي قاعد من الفلاسفه يقول لك كل الغلبه دي علشان يعمل شويه رز بالبسله؟ لغايه دلوقتي بنعمل رز بالبسله، البسله تلاقيها سودا في قلب الرز. لغايه دلوقتي نعمل رز بالبسله يبقى الرز معجن. لغايه دلوقتي نعمل رز بالبسله تبقى حبايه مستويه وحبايه مش مستويه. احنا بنحط نفسنا كده في ايه؟ في موقف صحيح، اللي هو ان احنا بنشوف ايه الاسئله اللي بتسالوها وبنجاوب عليها واحنا شغالين في الاكله. في حاجه ما حطيتهاش هنا. ايه هي؟ الميه. بنزل بالميه بتغلي.
خلصت الاكل يا عم الشيف. عير الميه هنا قد ايه بقى؟ انا عايز حضراتكم اللي تقولوا مش انا. البسله غنيه بالسوائل. البسله غنيه بالسوائل، فلازم احط في الاعتبار ان هي هتفرز السوائل مع الرز، فهنا ارفع ايديا من الميه واقلب كده واسيبها على النار. والمثل الشعبي اهالينا قالوا ايه في العاده الحلوه؟ قال لك اتقل على الرز لما يستوي. شفت عامل شو؟ انا عارف انك بتحب الحاجات دي عشان كده حطيتها زي الفل. ونغطيها. حلو قوي. لازم الرز ما تغطوش غير لما تشوفيه بيغلي، خلي بالك. شفت كده؟ بص كده عليه. لم كده الدنيا. لا احنا مش بنلعب، انت بتقول البسله يعني تظهر على وش الرز خالص، هتلاقيها كلها ببعضيها في عمليه مساواه، هتلاقي البسله في قلب الرز كله. نغطيها. شفت الريحه الحلوه بتاعت البسله مع الرز؟ الخضار والجمال بتاع البسله في قلب الرز مع بياض وجمال حبه الرز، والرز مفلفل ازاي مع البسله. عندك شويه لوز حطيهم، عندك شويه فول سوداني حطيهم، عندك شويه صنوبر حطيهم زي ما انت حابب. نوطي عليه النار تاني ونقفل الحله. تعال نغرف الرز مع بعض سريعا. رز بالبسله، عندك شويه لوز حطي لوز، عندك صنوبر حطي صنوبر، خليك احسن مني واكرم مني. اللهم صل على النبي. لا انا عايزك تشوف الرز بقى. بص على الرز وشوف جماله. جماله يا جماله. اللهم صل على النبي. لا يا عم عجن مين؟ احنا بنهزر؟ ده انا هنزل لك حبات الرز دلوقتي تجري ورا الثانيه. اللهم صل على النبي. شفت شويه الرز؟ الله. انا عايز، انت عايز الارض الفلفل ده اخليه على جنب؟ حاضر. ده اخليه على جنب برزنتيشن يعني. بص شوف الرز نازل مع البسله. شويه رز بالبسله. دول كانوا عايزين لحمه مفرومه، انا مش بحبه باللحمه المفرومه، بحبه كده، واحبه معاه ايه؟ شويه مكسرات. شايف الرز؟ بص. والحبايه البسله وريحه البسله في قلب الرز بتتكلم مصري. اللي مفصصه بسله وشايلاها في الفريزر طلعيها واعملها مع الرز. عندك جزر قطعي معاه جزر مفيش مشكله. يتبشر؟ لا، الجزر يتقطع مكعبات. الله. ناخد دي كده زي ما هي. اللهم صل على النبي. ونحط الجرنش بتاعنا. اللهم صل على النبي.